برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. يا هلا وسهلا ومرحبا بمستمعين الكرام من كل مكان في برنامجكم منامات اللي يجيكم كل أسبوع من السبت إلى الثلاثاء من الساعة الثالثة وحتى الرابعة. أنا معكم فؤاد الأهدل، واليوم إن شاء الله تعالى راح نستقبل مناماتكم واتصالاتكم إن شاء الله تعالى. طبعا أرقام التواصل على الاستيسي 8477 وموبايلي 640660 وزين 7462 62. طيب إن شاء الله تعالى رح نستقبل برنامجكم زي العادة زي ما قلنا، ومعنا الأستاذ والدكتور يوسف الحارثي مفسر الرؤى والمعبر المعروف. دكتور يوسف أهلا مرحبا بك. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا. الله حيك دكتور. نقرأ بعض المنامات اللي وردتنا اليوم. الأخ معاذ من جدة يقول: رأيت كأني وحطيت يدي اليمين في أذني اليمين وفاجأ بوجود رمل مثل رمل الشاطئ، وكنت أخرجه وأطلعه من إذني، واستيقظت على هذا الأمر علما أني مقبل على الزواج وعمري 29. طبعا هذا لعله والله أعلم هو أمور أنت يلقيها عليك بعض الأقارب في وصايا فيما يتعلق بزواجك الظاهر والله أعلم. نعم. وتمل من هذه الوصايا أو أنك يعني تنزعج من هذه الوصايا، لكن ذلك فيه خير لك إن شاء الله. يعني هذا الأمر يعني لعله يعينك في حياتك ويسهل لك كثير من الأمور التي في بداية حياتك إن شاء الله، فلا تمل من هذه الأمور عند الله سبحانه وتعالى، يعني يكتب لك في ذلك إن شاء الله الفائدة والنفع والله أعلم. طيب أنا فتاة عمري 22، حلمت أني رحت بيت عمي وسلمت على بنات عمي، وجيت برجع البيت وسألتني بنت عمي زوجة أخي عن ورقة كانت بشنطتي مكتوب فيها فهد وأحمد، فقلت في نفسي كيف عرفت عن فهد؟ انتهى. كيف عرفت عن فهد؟ أو كيف عرفت عن فهد؟ نعم. طبعا أولا إن كان هؤلاء الأشخاص موجودين أصلا يعني في يعني لك معرفة بهم، فقد يكون هذا من انشغالك ويعني خوف يعني الاطلاع على هذا الأمر الخطأ، فلعله من هذا القبيل، يعني هو شيء من العتاب النفسي الداخلي في هذا الأمر. إذا كان هذه الأسماء غير موجودة فلعله نصيب لك في أمرين إن شاء الله، أحدهما يعرف أي أنه يعلن إن شاء الله ويتم هذا الأمر والله أعلم. يعني نصيب لك في شخصين يتقدمون لك، قد يتقدم لك شخصان، أحدهما إن شاء الله سيكون فيه النصيب بإذن الله سبحانه وتعالى، وهو ما تريدينه يعني من الزوج الله أعلم. طيب نذكر مستمعين الكرام على الاستيسي 8477 00، نقوله بشويش عشان اللي ممكن ما لحق يكتب 8477 00 وموبايلي 640660 وزين 7462 62. وممكن تسمعونا على الموقع على www.alifalifm.com. كمان من الرؤى دكتور: رأيت أني وضرتي في غرفة غير معروفة وكان في يدينها غطى قشطة أو جبن، فقامت بعطفه على بعضي وخطت خط على الجدار كأنه جهة القبلة غرب، وخط على الجدار المقابل شرق، وكأني أقول لها: ليش تسوين كذا؟ ترى لي يصدق الأسحار. ما فهمت الكلمة هذه. يصدق الأسحار. نعم يصدق الأسحار بالجوال أو غيرها، بيتحاسب اليوم عمل وبكرة حساب في الحد أو القبر. بعدين كأني خرجت وقاعدة أمشي في مكان ما أعرفه، وقربت من غرفة عادية وأنادي: يا فاطمة يا فاطمة، كأني أسمعها وما أشوفها، وكان بيني وبينها حاجز. فدخلت غرفة وإذا بها حرمة سمراء قاعدة أو جالسة على كرسي، فسألتها: أنت سودانية؟ قالت: لا، أثيوبية. فكأني تجرت من ملابسي وأنا مستحية مستغربة ليش سويت كذا. بعدين رجعت ولبستها، وكان القميص اللي لبسته خفيف. ايه ضرتي تقول اسمها فاطمة، وكأني حسيت انها موجودة في الغرفة بس ما شفتها. انتهى. مدري طويل المنام دكتور اذا كان. نعم. واضح. كل حال هو يعني لعله يعني في يعني هي اكثر من مقطع حقيقة. فانا اتمنى انك يعني الى حد موضوع الجدار تلقيه لي ثم المقطع الاخر، يعني كل شيء له معنى. جميل. الرؤية والله اعلم. طيب البداية انه أن شفتني انا وضررتي في غرفة غير معروفة وكان في يدينها غطاء قشطة او جبنة، فقامت بعطفه على بعضه خطت خط على الجدار كانوا جهة القبلة غرب، وخط على الجدار المقابل شرق، وكان يقول لها: ليش تسوين كذا؟
بعدين دخل ترالي يصدق إيه. إيه يعني صدق طبعا هذا أولا يعني أنا أتوقع أن هذه أمور وهموم في نفسك أو ظنون عن هذه الزوجة أو هذه الضرة كما ذكرتي. فطبعا هو اسم الضرة هذا من يعني التسمية الخاطئة وهو أنه من الضرر. لكن هذا يعني هذا الأمر ليس صحيح إن شاء الله. هذه تعتبر كالأخت لك في هذا الأمر. فأنت في نفسك والله أعلم تظنين هذا الظن وهذه الظنون قد يعني تتصل في نفسك إلى حد التصديق بهذا الأمر أنها قد تتسبب لك بشيء من هذا القبيل. فهذا الأمر غير صحيح أبدا. ويعني لعله والله أعلم هذا الجزء يتعلق بشيء شيطاني يعني يريد أن يدخل في نفسك على هذه يعني الأخت يعني التي هي تعتبر زوجة لزوجك. لعله يريد أن يدخل في نفسك شيء من الحدازيات في هذا الأمر. المقطع الثاني أخي الكريم. المقطع الثاني ترالي أو يصدق قلت دكتور يصدق الأسحار. واضح يعني هي لعلها تتفكر في هذا الشيء أنه شيء من الأسحار والله أعلم. لكن ليس حقيقة وليس موجود الله أعلم. وبعدين كأني خرجت وقاعد أمشي في مكان ما أعرفه وقربت من غرفة عادية ونادي يا فاطمة يا فاطمة كأني أسمعها وما أشوفها وكان بيني وبينها حاجز. فدخلت غرفة وإذا هي حرمة سمراء جالسة على كرسي. فسألتها أنت سودانية؟ قالت لا أثيوبية. فكأني جرت من ملابسي وأنا مستحية مستغربة ليش سويت كذا. بعدين رجعت ولبستها وكان القميص اللي لابسه خفيف وضرتي يعني إذن هنا أظن اسمها فاطمة. وكأني حسيت أنها موجودة في الغرفة بس ما شفتها. أنا أقول يعني هذا لعله يعني هناك بعض الحواجز أظنها النفسية في نفسك أنت على هذه المرأة. ولهذا يعني حاولي يعني أن تخرجين هذه الأمور يعني تتجردين من يعني كثير من الأشياء التي في نفسك وتحاولين أن تزيلين هذه الأمور التي في نفسك. وإن شاء الله يعني يكون هذا الأمر فيه خير لك يعني تتحسن علاقة وتزول هذه العلاقة يكون هناك فيه خير كثير وعلاقة طيبة بينك وبينها. المهم أنك تزيل ما في نفسك عن يعني عنها سواء كان من حجازات أو ظنون معينة. لعل إن شاء الله التجرد هنا معناه أنك تزيلين هذه الأمور من نفسك وإن شاء الله أن العلاقة يعني تصلح فيما بينكم وتزين بإذن الله سبحانه وتعالى والله أعلم. طيب هذا منام يقول حلمت أني طليق أن طليق ابنتي في البقالة يناظر في أعلى البقالة بهذا اللفظ وانتهى. طليق ابنتها طليق ابنتي في البقالة ويناظر في أعلى البقالة يمكن من تحت وكذا. على كل يعني لعله من انشغالها وتفكيرها في هذا الشخص لعله من هذا القبيل يعني من حديث النفس لا زال يعني هذا الأمر عالق في نفسها لعله من التفكير. نعم. في هذا الشخص والله. طيب. أرى أحيانا أني أتوه بدابورات مياه كثيرة جدا وأبوابها ما تغلق أو قصيرة أو ما أدري يعني ما هي واضحة للأسف الكلمة اللي بعدها. ودي لو أنك المرسل أو المرسلة ترسل رسالة من جديد وأبشر إن شاء الله. أنا فتاة عمري 22 حلمت أني رحت بيت عمي وسلمت على بنات عمي وجيت برجع البيت سألتني بنت عمي زوجة أخي عن ورقة كانت بشنطتي مكتوب فيها فهد وأحمد. هذه مرينا عليها دكتور. نعم. طيب أيضا أنا أرى أني أمشي فوق بيت أختي وكان في فتحة وسقط منها وكأني أسقط من السماء للأرض وكنت أستغفر وأدعو ثم تعلقت بغصن ورأيت أني قريب من بحر هائج وكان معي طفل فدعوت الله أن لا نموت من أجل الطفل وكنت أستغفر من ذنوبي. نعم إلى هنا. لعله على ظاهر الرؤية إن شاء الله لعل هذه الأمور يعني هناك شيء من يعني الخوف من الفشل أو الخوف من بعض المشكلات الوقوع في بعض الأشياء التي تحزنك. لكن لعل الاستغفار إن شاء الله والإحسان يعني للضعفاء يعني الطفل هنا يرمز للضعيف يعني إحسان للفقراء والضعفاء إن شاء الله لعله إن شاء الله يكون سبب نجاح لك وسبب راحة لك وأمن وسكينة بإذن الله سبحانه وتعالى. كثرة الاستغفار والدعاء وكذلك الصدقة إن شاء الله والإحسان إلى الضعفاء إن شاء الله يكون إن شاء الله سبب خير لك وسبب أمن وراحة لك والله أعلم. طيب الرسالة اكتملت الأولى اللي ما قدرنا نقراها. أرى أحيانا أني أتوه بدورات مياه كثيرة جدا أبوابه لا تغلق أو قصيرة أو خدماتها ناقصة أو أني أطير بلا توازن أو أقود السيارة
بسرعة وبدون استقرار إلى هنا، يمكن أكثر من حال في المنام. نعم طبعا هي أكثر من رؤية أصلا يعني، أو أكثر من رؤية. نعم. أولا الجزء الأول أنها تقول إيش، أنها تطير، تحلم أنها تطير. أول شيء كانت في دورات مياه كثيرة وأنها تائهة فيه وأبوابها ما تغلق أو قصيرة وخدماتها ناقصة. نعم هذا هذا لعله أو لعله يكون خوف نفسي يعني فيما يتعلق ب يعني يعني هي فتاة التي رأت الرؤية والله أعلم. إيه. خوف أنها من انكشافنا يعني، أو أنها عدم ارتياحها في مثل هذه الأماكن، فلعله هو يعتبر خوف نفسي طبيعي يعني، وخاصة في فيما يتعلق بالدورات العامة أو مثلها من هذا القبيل، ففي هذا النفس يعني هذا الخوف موجود في نفسها أصلا، ويكون في يعني يأتي لها في منامها. الآخر الآخر أنه أطير بدون توازن. أي نعم طبعا الطيران بالعموم إن كان فيه خوف فقد يكون من التخويف الشيطاني والأذى الشيطاني في المنام. إن كان هذا الأمر فيه تحكم فهذه أمنيات إن شاء الله يعني يستطيع بعد عون الله الشخص أن يحققها والله أعلم. طيب واللي بعده أقود السيارة بسرعة بدون استقرار. أي نعم طبعا هذا كذلك يعتبر من الخوف الطبيعي يعني، خاصة يعني فيما يتعلق بقيادة السيارة أو سرعة السيارة، فهذا لعله يعني من حديث النفس والخوف الطبيعي والله أعلم. جميل. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل على الاسمس على الاستيسي 8477-00 موبايلي 640-660 وزين 746-262. راح نخرج لفاصل قصير مستمعينا الكرام وراجعين لكم، خلوكم معنا. برنامج منامات مع الشيخ الدكتور يوسف الحارثي. رجعنا لكم مستمعينا الكرام وبرنامج منامات معكم فؤاد الأهدل وباستضافتنا الدكتور يوسف الحارثي مفسر الرؤى والمعبر المعروف. أرقام التواصل على الاس تي سي 8477-00 موبايل 640-660 وزين 746-262، وراح نستقبل اتصالاتكم على الخط الساخن 700-57-499. دكتور مرحبا بك مجددا. حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا. الله يحييك دكتور. أظن هنا من المنامات اللي وردتنا الرأي زياد يقول الرؤية على مدى 4 أيام غير متتالية، رأيت بأني أدخل السوق وأبحث عن امرأة من بني هاشم، وعندما قابلتها وجدتها تبحث عني وهي جميلة وبيضاء وريانة العود بهذا اللفظ، وأعطتني شيء ما أذكره. أما العطية الثانية هي عندما نعم العطية الثانية هي مكحلة وعندها ما أدري مكتمل أو ما هي واضحة الكلمة، المهم تقول بيدي الناس تدور من حولي وحاولت إرجاعها، أو يمكن كحول أو شيء دكتور. عفوا أيوه. وعندما عفوا الآن تضحت الكلمة، وعندما مسكتها بيدي كانت الناس تدور من حولي وحاولت إرجاعها إليها 3 مرات ولكنها رفضت، والمرة الثالثة وضعتها في جيبي وقمت من النوم. واضحة الرؤية ولا عيدها دكتور؟ على كل هو الظاهر يعني هذا الأمر قد يكون يعني إن كانت المسألة طبعا هؤلاء ستات غير معروفات فقد تكون يعني، أو النساء هؤلاء غير معروفات فقد تكون دنيا له يعني تسعده في أمرين يعني، هناك إما قد تكون صفقتين أو موضوعين من المواضيع الدنيوية تتم له. المرأة المجهولة غالبا تكون دنيا والله أعلم. جميل. وتزينها وما حصل يعني من حساتها، فهذا يعني من زينة الدنيا، زينة الحياة الدنيا، من أمور الدنيا يعني تتم لك والله أعلم. طيب أيضا رأيت أني أغسل ابنتي وأثناء الغسيل رأيت مثل الحبوب السوداء كبيرة في ظهرها، بنت عمرها 3 سنوات. نعم طبعا الحبوب البيضاء في ظهرها، حبوب سوداء كبيرة في ظهرها، سوداء في ظهرها. نعم هذا لعلك يعني أختي يعني قد تكون هذه البنت تعاني من بعض الأشياء أو من بعض الأمور، وقد تظهر هذه الأمور عليها يعني في تعبها، فلعلك يا أختي يعني ترقينها، لعل هذه البنت ملفتة للانتباه نوعا ما وقد يعني تتعرض للعين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخطر بهذا الشيء يعني، أن الأطفال أحيانا قد يتعرضون لمثل هذه الأشياء، لكن عليك أولا تحصينها ورقيتها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعود الحسن والحسين بالمعوذات، فلعلك إن شاء الله يعني دوما يعني
اسعينا ان يعني ترقينا بهذه المعوذات، على الله سبحانه يكون لها حفظ من اي اذى ان شاء الله، والله اعلم. جميل. ابو نواف يقول حلمت بغرفه في البحر وجنبها درج، وانا واقف في الدرج سمعت امراه تطلب مني ان انقذ غريقا، فقلت لها انا ما اجيد السباحه. وعلى جانب الغرفه يقول التقيت بفتاه اعرفها وكنا نقف جنب جدار الغرفه، ويقول لون الجدار ابيض ونصف جسدها السفلي كان بالماء مغطى بالماء، واعطتني منديل فيه اظافير، وتقول هذا اللي كنت اكلمك عليه من زمان واخذت المنديل. انتهى الى هنا. يقول انا متزوج. اعد مره اخرى معلش. حلمت بغرفه في البحر وبجوارها درج، وانا اقف في الدرج وسمعت امراه تطلب مني ان انقذ غريقا، فقلت لها انا ما اجيد السباحه. وعلى جنب الغرفه التقيت بفتاه اعرفها وكنا نقف جنب جدار الغرفه ولون الجدار ابيض ونصف جسدها السفلي كان مغطى بالماء، واعطتني منديل فيه اظافير، وتقول هذا اللي كنت اكلمك عليه من زمان واخذت المنديل. نعم. على كل انت اخي الكريم الله اعلم، يعني قد تكون هناك امور لا تتقنها في في في, في امور الحياه وفي علاقاتك بالحياه، واخشى عليك حقيقه من ان تقع في 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 مشكلات في هذا الامر، ولهذا يعني لا بد لك في قبل ان تخوض اي موضوع او تدخل في اي موضوع ان تسعى في استشاره يعني من حولك او تقرا او تبحث عن هذه الامور في هذا الموضوع، لانك اذا لم تكن لديك الخبره الكافيه فقد تقع وتغرق في هذا الامر الذي تبحث عنه. الاظفار هو امور تظفر بها، واخشى ان تكون يعني هذه الامور يعني بسبب عدم يعني مراقبتك لله سبحانه وتعالى قد تظفر بامور قد تكون فيها فتنه عليك او تكون لك شر بهذا الامر. فلهذا لعل الرؤيه تحذرك من هذا الامر، تحذرك من هذه الفتنه ان تظفر بامور قد تكون فيها مشكله عليك وقد تكون فيها يعني اساءه لك، فلتحذر من هذا الامر والله اعلم. هذه الرؤيه تقريبا بالعموم محذره ومنبهه لك اخي الكريم والله اعلم. طيب طيب ناخذ اولى الاتصالات في البرنامج. الو مرحبا. ناخذ اتصال ثاني. الو السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام ورحمه الله، حياك الله، انت على الهواء وبرنامج منامات معك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاسم الكريم ابو محمد معك. بعد حيا الله ابو محمد تفضل. جزاكم الله خير على البرنامج. وياكم وياكم امين ان شاء الله. ابن اخي راى رؤيا ان شاف واحد من جماعته يعني متوفي، طبعا مساعد متوفي. طيب. وكان ماسك في يده مسبحه ومع وراه طفل اللي مشي وراه، يقول سنة جيت اسلم عليه ما قلت له السلام عليكم كذا، قلت الله يرحمك الله يغفر لك الله يسكنك الجنه. يقول مسكني وشد على يدي وقال شوف يا ولدي نصيحه، والله ما ينفعك بعد الموت الا فعل الخير اللي قدمت. وتركني ومشى وكان يمشي خلفه طفل. وأنت الذي نصحته في المنام؟ نعم في المنام أنت اللي نصحته؟ لا هو اللي رأى، طبعا اللي رأى رؤيا ولد أخوي، بس أنا اللي كلمتك ما عندي تلفون. لا بس أقصد أنه في المنام يعني اللي في المنام ينصحه من؟ من اللي نصح في المنام؟ المتوفي. اي طيب لعل هذه الرؤية على ظاهرها يعني لعلها تنبهه يعني، وأنت يعني لعلك أنت تنصح له يعني، هذه الرؤية تنبه على ظاهر الرؤية لأن الميت صادق في حديثي. فلعل هذا الله يرحمه يعني كان صاحب خير وصاحب كبار أيتام واللي ما طلع. لعله إن شاء الله هذه تكون نصيحة له يعني، يأخذ النصيحة على ظاهرها أنه ينتبه ويحذر، وكما أوصاه يعني هذا الميت لعله يستجيب لهذه النصيحة وتكون إن شاء الله سبب خير له وسبب صلاح إن شاء الله. جزاك الله خير. يلا أبو أحمد شكرا لك. عفوا. شكرا لأبو أحمد. ناخذ برضو من المنامات. رأت أمي أنها لابسة عباية جديدة سودة وصابع يدها بيضة وعليها خاتم فضة، الفص حق الخاتم كان لونه أحمر. يقول أمي عمرها سنة 60 وعندها بنت وخمسة أولاد غير متزوجين. كنت بقول سنتين دكتور. نعم. يلا طيب. طبعا رؤيتها للخاتم هذه لعلها إن شاء الله يعني بشارة بزواج لابنتها والله اعلم. نعم. يعني هذا الخاتم يعني لعله بشاره بزواج لابنتها ان شاء الله.
جميل. مستمعين كرام على STC مستقبلين إن شاء الله تعالى مناماتكم على STC 847700 موبايلي 640660 وزين 746622 أو على الخط الساخن 700-57499. نأخذ معنا اتصال. ألو مرحبا. السلام عليكم. ألو. طيب شكله ما انتبهوا للاتصال. طيب من المنامات حلمت ان ابنتي كان عندها برص في رقبتها واصابع وفي اصابعها وانا اصرخ واضربها على يدها واسالها من ايش هذا. الى هنا ابنتها الصغيره. اي ابنتها ما ذكرت بالضبط كم عمرها. على كل حال انا اتوقع انه من حديث النفس ومن انشغال بتربيه هذه البنيه والله اعلم. يعني لا هذا يعتبر من حديث النفس والله اعلم. طيب حلم من الامور المعتاده يعني والامور المعتاده غالبا تجري مجرى حديث النفس والله اعلم. حلمت قبل صلاه الفجر اني في قاعه اختبار وكانت الماده انجليزي وبعد بعدين اخذت ورقه الاختبار تفاجات ان الاسئله ما تفهم بالمره بالرغم اني افهم في اللغه وفي الحلم سالت المراقب من حط الاسئله فاجاب بانه هو في الدور العلوي فسلمت الورقه وصعدت للدور العلوي وانا متضايق نعم فتفاجأت إن المعلم زوجتي فسألتها وأنا أبتسم كيف هذه الأسئلة فقالت أنا لخبطتها لأني ما أعرف شيء واستيقظت وأنا أضحك. أحيانا أخي الكريم هناك بعض الفترات الحياة في الإنسان تكون متعلقة خاصة في فترة الدراسة وفترة العناء يعني أحيانا في الاختبارات سبحان الله تبقى مع الشخص ويراها متكررة ولهذا أنا أنصح حقيقة في مثل هذه الأحوال يعني أنه يرى غالبا نفسه في اختبار وأنه يعاني من هذا الاختبار فأنا أنصح حقيقة يعني من يتكرر عليه مثل هذا المنام يعني أنه يجلس مع نفسه جلسة استرخاء ويحاول أن يعالج هذا الأمر في نفسه أن هذه الأمور يعني أيام مضت وانتهت والآن أنا في وضع آخر وفي نسق آخر ويحاول أنه يزيل هذه الأشياء المتعلقة في النفس يعني بحيث أنها لا تتكرر عليه ولا تزعج في مناماته والله أعلم. جميل. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. ألو. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله حياك الله أنت على الهواء. لو سمحت عندي منام. تفضل اسمك كريم. فهد من جدة. حيا الله فهد تفضل. أنا حلمت يا دكتور إني ثلاثة أسنان من فوقي طاحت في واحد جنبي صاحبي وشوية أشوف كل الأسنان طاحت بس الثلاثة كذا مرتبطين مع زي حاجة كذا أزرق وشوية أطل في المرايا أشوف في أسناني بعدين قلت الحمد لله كأني قلت الحمد لله. طيب إيش هي الأسنان هذه يا أخي الكريم؟ ايش هي الاسنان؟ اي اسنان؟ فين الاسنان حق اللي فوق العلويه يعني الثنايا او الاضراس او الانياب او ماذا؟ الثنايا ولا الاضراس ولا فين اية الاسنان بالضبط؟ الثنايا الثنائيه اللي في المقدمه. ايوه اللي في المقدمه. الاثنين؟ لا ثلاثه. اي نعم نعم. طيب طبعا انت والدك فيهم شيء تعبانين بشيء؟ اي عندي الوالده تعبانه شويه الله يشفيها ان شاء الله. طيب انت كيف برك والدك متوفى؟ ايوه. طبعا كيف برك بها اخي الكريم؟ ايش كيف برك بوالدك يعني تبار بها يعني تعينها؟ ايوه الحمد لله. عندك اثنين من اخوانك اكبر منك؟ ايوه شيء يعني انت الثالث تعتبر؟ لا انا اصغر اصغر الاولاد. طيب الاثنين هؤلاء كيف عنايتهم بهذه الوالده؟ لا يعني طيب يعني مو مرة. مش مره. طيب حاول انك تسعى انك يعني تنبههم تذكرهم بالوالده وتالف يعني تخليهم يعني على صله بالوالده بحيث انه لانه هؤلاء الثلاثه هم اكبر يعني واعلى يعني امور في حياتك او مرتبط بحياتك هؤلاء هم الوالدة وهذا من الأخوان يعني تقريبا هم أكبر الأولاد الظاهر وحاول أنك يعني هؤلاء يعني بعناية منك وبمحاولة التواصل فيما بينهم وحثهم على العناية بوالدتك لعل إن شاء الله
يكون سبب يعني يعني تطيب الأمور ولعل تتحسن أمورهم جميعا إن شاء الله في هذا الشأن، والله أعلم إن شاء الله. شكرا أخوي فهد. نأخذ اتصال ثاني. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بالله عندي حلم. تفضل. اسمك كريم. معكم فهد من جدة. حياك الله فهد، تفضل الدكتور اسمعك. والله حلمت إني فوق سطح. طيب. وطارد حمام قاعد، فمسكت حمامة بيضة ومسكت وقعدت أقبل فيه، كان من قهرة طويل. فقلت لي بني بعطيك فلوس. فسيبت ما أعطتني ولا شيء. انتهى الحلم. وأنت من المشتغلين بالحمام ولا؟ لا والله بس. عندك علاقة بالحمام أو شيء؟ ما لك علاقة بالحمام. طيب. الأمر الآخر، السؤال الآخر، أنت عملك الأساسي فين؟ والله استقبال. استقبال في الخطوط ولا فين؟ شركة. شركة. آه. أي نعم. ممكن تقول. على كل حال. طبعاً لعل يعني لعل يعني مكانك هو في استقبال يعني تعلم يعني. طيب. السطح هو مكان استقبال. وأنت ما شاء الله تبارك الله يعني في حرص لك في عملك وفي عناية في عملك وتسعى أن تكون يعني مسالم مع الناس وقادمهم في أعمالهم، لكن الظاهر أنك يعني تتمسك بعض الأشياء أو تنزعج من بعض الناس بشكل تنفعل بسرعة، صح؟ ممكن. طيب هذا الإنفعال. نعم. في حلم ثاني. طيب معليش خلينا نخلص. طيب الاول خلص الاول. هذا شيء توجيه يعني. طيب. طبعا انت تتقبل الناس لكنك تنزعج بسرعه، لعلك ان شاء الله يعني حتى تبقى حياتك في هدوء. الحمام يرمز للسلام والهدوء، حتى تبقى في عملك في هدوء، يعني انك تحاول الغضب هذا تزيله والانزعاج السريع هذا تزيله، وان شاء الله يعني مكانك يعني ان شاء الله يعني سيتحسن وعملك سيتحسن. فقط اترك هذه الصفه ان شاء الله وتعين خير ان شاء الله. طيب هات المنام الثاني. المنام الثاني يا شيخ، في بعض الحين احلم ان في واحد يضغط على خصيتي، هذا كابوس هذا ولا ايش؟ اي نعم قد يكون من هذا. طبعا انت تنام على طهارة من اخوك؟ اكيد اي والله. طيب حاول انك يعني تنام على ذكر لله تعالى. اي نعم حاول انك يعني تكثر من القراءة قبل النوم، قراءة الاذكار وقراءة آية الكرسي والمعوذات، حتى لو تكررها يعني اكثر من يعني 3 مرات 7 مرات، حتى ان شاء الله هذا الامر لا يعني يصير فيه تحسين اقوى، وتركز اثناء القراءه وقراءه هذه الاذكار، حتى يعني ان شاء الله يكون لك ان شاء الله يعني تحسن من في اثناء نومك، ما ياتيك هذا الكابوس والله اعلم. الله يجزاك. شكرا فهد، حياك الله. حياك الله. نذكر مستمعين على الاس تي سي 8477 او موبايلي 640660 وزين 746262 وعلى خط على 700-57499 نستقبل اتصالاتكم. ناخذ متصل ثاني. الو مرحبا. اهلا وسهلا. الو تفضلي. مرحبا. اهلا وسهلا. اسمك كريم. ممكن اسال الدكتور؟ ممكن. الو الدكتور. دكتور معك. اي نعم. مساء الخير. حياكم الله. كيفك؟ تفضلي بالمنام اختي. انا عندي بعض الاسئله. تفضلي. اول سؤال، اذا الواحد بيحلم بالمنام كثير اشياء يعني بتخوف ومثلا بيخوفوه من أشخاص بالحقيقة، كيف بدي يتعامل مع هدول الأشخاص بالحقيقة؟ السؤال الثاني. تفضلي. ايه معك معك تفضلي. والسؤال الثاني لما الواحد كيف بده يعرف انه هذا الحلم من حلم هو ولا رؤية ولا حديث نفسي يعني؟ اذا حلم او رؤية. طيب اولا فيما يتعلق بالاشخاص يعني الذي الذين تريناهم وتخافين منهم في الحقيقه، فهذا يكون من يعني من انسباط هذا الامر بالنفس، يعني لا زال الامر يعني عالق في النفس، ولهذا يراهم الانسان بصوره مخوفه. وقد يكون الشيطان اصلا يخوف من هؤلاء الناس، لان الانسان عندما يرى مثل هذه الاشياء فيعني ياتي الشيطان يكرس هذه الامور ويكثر هذا رؤيه هذا الامر حتى يعني يزداد خوفه وهلعه من هؤلاء الاشخاص. العلاج في ذلك انها يعني ان الانسان يعني يحاول ان يبعد هذه الصوره السيئه في نفسه من نومه، يعني بحيث انه يركز ويفكر في هذا النوم ويبعد هذا الهم وهذا الخوف من في 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 هذا التفكير، يعني يفكر في منامه هذا ويبعد هذا الشيء انه هذا الامر غير حقيقي وغير صحيح، بحيث انه يغير هذه الصوره ان شاء الله لن تتكرر. التفريق ما بين حديث النفس والرؤيه الصادقه والمنام الشيطاني، الرؤيه الصادقه طبعا يكون فيها امر بخير، صد عن شر، بشاره، افراح، تحذير من بعض الامور، فها يكون لها هدف، يكون لها
يعني مقصد صحيح. أما المنام الشيطاني فيكون بالعكس، أنه يكون فيه يعني إما أنه تحذير من أمر حسن، أو أنه أمر بأمر سيء، أنه يحسه على أمر سيء، أو أنه يخوف تخويف غير مبرر ويقلقه من أمر غير مبرر، أو يحزن أحزان يعني أخرى. هناك أهداف كثيرة حقيقة للشيطان، وتعرف هذه المقاصد الشيطانية من خلال يعني قراءة الكتب في مثل تلبيس إبليس، أو بما يتعلق ببعض الكتب التي تحذر من مصائد ومكائد الشيطان. أما حديث النفس فهو الأمر المعتاد، والأمر الذي يراه الإنسان يعتاده في حياته أو يفكر فيه في حياته، فهذا يعتبر يعني من الحديث من حديث النفس، والله أعلم. جميل. دكتور، من المنامات حلمت أني في أحد المحلات التجارية المشهورة، أنا وأحد زملائي بالعمل، وأعجبني حذائين فاخترت أو احترت بينهم، واختار للبائع في المحل أحدهما لونه أسود، ولبست الفردة اليسار فأعجبني كثيرا، أنا متزوج. أعد مرة أخرى. حلمت أني في أحد المحلات التجارية المشهورة، أنا وأحد زملائي بالعمل، فأعجبني حذائين واحترت بينهما، فاختار للبائع في المحل أحدهما وكان لونه أسود، فلبست الفرد اليسار وأعجبني كثيرا. على كل حال هي خيرة لك بين أمرين، والله أعلم، يعني تستعينين بهم في حياتك، أو تريدين أن يعني أن تختاري أحدهما، فإن شاء الله أنه الله سبحانه وتعالى سيختار لك ما تريدين وما ترتاحين له بإذن الله سبحانه وتعالى. الحذاء هنا يمثل وسيلة من وسائل الحياة، أو أمر في حياة الإنسان يحتاجها أو يطلبها، والله أعلم. طيب، حلمت أني جالس في غرفة وفجأة سقط علي أو سقط على عنقي ثعبان، فرفعت يدي ومسكته، يعني نعم، فرفعت يدي ومسكته وتوقف صراحة المنام إلى هنا، ما أدري دائما واضح مو واضح. طيب، أحلم دائما بثعابين ملونة، الأخ علي الحربي يقول أحلم دائما بثعابين ملونة وأحيانا نطاردها، بس ولا واحدة منها ضرتني، وهذا الحلم يقول من 10 سنين تقريبا. طبعا الثعبان أو الحية هذه غالبا ترمز إلى أذى، يعني غالبا يعني، وخاصة في يعني في مثل هذا العصر أو كذا، لأنه أمر مفزع للإنسان، والشيطان يتمثل به يعني يفزع كثيرا. يعني قديما كانت الحية والثعبان يعني الناس يرونها ويتعاملون معها بحكم التربية وبحكم البيئة، ومثلا يكونون في الصحراء أو يكونون في البيوت القديمة فيعرفون هذا الأمر، لكن في العصر الحاضر هي تمثل وترمز، والله أعلم، بحسب الوقت وبحسب العرف العام شيء مرعب للإنسان، لأنها تكون في المدن غالبا قليلة، ولا يعني كثير من الناس لا يتعامل مع هذا الأمر، فهي تمثل غالبا وترمز إلى شيء مزعج للإنسان، وقد يكون أذى شيطاني يعني يتمثل في مثل هذه الأشياء، والله أعلم. طيب، أنا فتاة فتحت ثلاجتنا تقول ورأيت موية صحة في قارورة طويلة وزمزمية أقصر، ومعايا أمي، وكنت أحس أني عطشانة وأحب أخذ الموية اللي في القارورة الطويلة، واستيقظت. نعم، طبعا أنت حقيقة لعل والدتك يعني يعني تكون سبب خير لك، وسبب دائما تنصحك بأشياء، أنت تزعجين نفسك كثيرا و تقلقين نفسك كثيرا في أمور، ومع أن الوالدة حواليك يعني تستطيع أن تستشيري لها، وقد تروي يعني تروي عطشك في 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 إشاراتها، وكذلك يعني بالاستعانة بها أن تدعو لك وأن تتقربين إلى الله جل وعلا ببرها، فلعلك توفقين. أما الإنسان يعني ما دام أن الله سبحانه أمان عليك بهذه الوالدة، فلعلها تكون خير معين لك في حياتك، وخير من يعني يكون سبب توفيق في الحياة. الماء هنا يمثل الحياة الطيبة، والله يعني السعادة إن شاء الله الطيبة في 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 حياة الإنسان، والله أعلم. طيب، أنا فتاة غير متزوجة، وتربطنا علاقة عائلية بشاب، وقد تحدثت معه بغرض الزواج، وحلمت أني رأيت هذا الشاب وشعره طويل. على كل حال، أولا يعني هذا الأمر قد يكون يعني له أكثر من دلالة. الدلالة الأولى قد يكون يدل على الستر، وإن شاء الله أنه يكون سبب ستر لك، لكن أنا كنصيحة لك يا أختي الكريمة أنك يعني لا تتمادين في هذا الأمر، ولا يسلك الطريق الصحيح، يتقدم من خلال أهلك بدل أن يكون هذا الأمر بكلام وخطاب فقط. الأمر الآخر
قد يدل أن يعني قد يكون من حديث النفس ومن إعجاب النفس في هذا الأمر والتفكر في حال الإنسان هذا ويعني في صورته مثلا، فلعله يكون من هذا القبيل من حديث النفس. لكن في كلا الأمرين احذري من هذا السلوك الخاطئ، وهذا السلوك قد يسبب لك بمشكلات. حاولي أنك تسعين حتى تريدين طريق الستر الصحيح والطريقة يعني الزواج الصحيح، أنه يسلك الطريق الصحيح من خلال التقدم عن طريق والديك، والله أعلم. طيب نذكر مستمعينا الكرام على STC 84777 موبايل 640660 وزين 746262 أو على الهاتف 700-574-99. نأخذ معنا اتصال. ألو ألو السلام عليكم. ألو ألو سهلا تفضلي. ممكن أحكي مع الدكتور؟ معك الدكتور. ألو مساء الخير. حياكم الله. انا نفسي اتصلت من شوي لكن سكر الخط في منام لسه ما حكيته. تفضلي تفضل. انا دائما بشوف ناس يعني بعرفهم بالحقيقه، لكن بشوف حالي منام دائما عم اتكاون معاهم او عم اتخانق معاهم، عم يخانقوني، عم اضربوني، يضربوني دائما يعني. طيب بس طيب. هذا هو طبعا ذكرت انا هذا الشيء، انا ذكرت ان هذا الامر قد يحصل بحسب يعني اما انه شيطان يريد ان يوقع هذا الامر في خلاف ما بينكم والأذى فيما بينكم، أو قد يكون امتداد لهذه المشاكل. إذا كان هناك مشكلات حقيقية في الواقع يكون امتداد لهذه المشاكل، فيكون من حديث النفس والله أعلم. طب شوف حالي بمكان عالي دائما وبدي أوقع منه لكن ما بوقع. هذا يعتبر خوف والله أعلم، خوف وفوبيا في هذا الأمر، يعني خوف من الأماكن العالية، فيكون هذا الأمر موجود، والخوف من الأماكن العالية يكون تليفونك تبع تفسير الأحلام. طيب الرقم في الكنترول إن شاء الله تعالى تتصلي بعد البرنامج على الرقم 0261. طيب ماشي باي. طيب شكرا. طبعا الرقم زي ما قلنا الكنترول تتصلون أي واحد يبغى رقم الشيخ إن شاء الله تعالى على 0261-61-100. الكنترول إن شاء الله راح يعطيكم رقم الدكتور يوسف. دكتور يوسف في حال إنه الجوال مغلق يرسلون رسالة على الجوال؟ لا لا أنا ما استقبل رسالة، أنا لأني أنا يعني كثرة الاتصالات أنا أترك الجوال على خدمة موجودة أثناء الانشغال. طيب. فيعني المتابعة من بعد العشاء إلى الساعة 12 إن شاء الله، الإنسان إذا استطاع يعني عنده فترة يتابع إن شاء الله، إنه يعني كثير من الناس سيحصل لهم يعني إن شاء الله وقت، لأن انشغال الخط دوما مشكلة حقيقة وإزعاج للناس. فإن شاء الله أنا غالبا إذا لم يكن هناك أي شيء من الظروف أفتح يعني بعد صلاة العشاء بنص ساعة بساعة والله المستعان. طيب تعذرون دكتور إذا جزاك الله خير دكتور، يعني الرسائل فما أستطيع لأن كثرة الرسائل يعني حقيقة يعني تأتيني عشرات المئات الرسائل. صحيح صحيح. ما أستطيع أرد على كل الرسائل. مهمة كبيرة دكتور تقومون بها جزاك الله خير. أيضا السلام عليكم، لقد رأيت أن أخي يعطيني مال ومقداره 1500 في المجموع و2000 على 100 على 100 100 يعني فئات 100 100، وانا احاول ان اخبيه في صدري من ابنة خالتي الصغيره وما ابغاها انه تخبر اختها زوجة اخي. ودخلت في بيت خالتي وجدت جدتي المتوفيه جالسه، بس للاسف ما اكتمل المنام بعد كذا دكتور، ما ادري ان كان يفسر. ما هو واضح. طيب حلمت أن بين الثنايا الأسنان الأمامية من داخل الأسنان ألم شديد مثل ألم السوس، وأنا أحاول أطلع الألم للخارج، وصحيت وأنا أحس بنفس الألم في أسنان الأمامية، علما أني متزوجة ولدي ولد وبنت. أم فيصل من الرياض. أعد مرة أخرى. حلمت أنه بألم شديد من الثنايا الأمامية، أو أنه حلمت بين الثنايا الأمامية من داخل الأسنان بألم شديد مثل ألم التسوس، وأحاول أطلع الألم للخارج، وصحيت وتشعر بألم في أسنان الأمامية. طبعا أخي الكريم يعني هذا مرسلة. والله أعلم يعني هناك بعض الأشياء دكتور أقول هناك بعض الأمور لصاحب الرؤية. هي مرسلة مرسلة نعم أم فيصل. أيوة يعني صاحبة الرؤية لا يعني تضرها آلام الظاهر داخلية، يعني آلام مزعجة لها داخليا في هذا الأمر، ولهذا يعني يعني أنصح يعني بكثرة الاستغفار لهذه الأخت، لأنه طيب. كثرة الاستغفار إن شاء الله تزيل الهم الداخلي في نفس الإنسان. هناك صراع نفسي داخلي ومتسبب لها بأضرار وانزعاج وتعب كثير، ولهذا يعني
نصحي في ذلك أن هذا ألم داخلي يعتبر، الألم هذا يعتبر داخلي، بالدعاء وبالاستغفار إن شاء الله لعله إن شاء الله يزول هذا الألم بإذن الله سبحانه وتعالى، ويعني يزول إن شاء الله الضرر بكامله والله أعلم. طيب تحلمت أختي هي وزوجها في بحر، فوجدت صندوق فيها فيه جوال قديم ورقة، وكان شخص يكلمها يقول هذا سحر، فقلت حرام اتركها تتزوج، فقال أنا أبغاها، قالت آه أو شيء من هذا القبيل، وأنا كان يقول رحت وفمي كريه، رائحة فمي عفوا رائحة فمي كريهة بسبب الصيام، أنا عزباء عمري 43. ما هي واضحة أخي، عيد مرة أخرى. طيب والله هي يعني للأسف هذا اللي وردنا، لكن لو ترسلونا الرسالة لا عيد معلش، يمكن طيب. يكون في شيء موضوع. تحلمت أختي وهي وزوجها في بحر، فلقيت صندوق فيه جوال قديم ورقة، وكان شخص يكلمها يقول هذا سحر، فقلت حرام اتركها تتزوج، فقال أنا أبغاها، فقالت ما أدري بعد كذا، يعني ما هي واضحة صراحة دكتور في نفس النص. ما هي واضحة. طيب غير واضحة. حلمت بسيدة فاضلة كانت تحفظنا القرآن في الصغر، حلمتها بأن لديها عيادة طبية، ولما وصل دوري قالت لي تحليلك أو تحليلك سليمة، علما أني مريض بأمراض خطيرة و نعم إلى هنا. نعم. هذا إذا كان يعني يعني بهذه الطريقة علما، يعني علما المقصود بها أنها في واقعها أنها مريضة وهذه التحاليل قالوا فيها إصابات خطيرة، فلعله من حديث النفس، وقد يكون من تخويف الشيطان عليها بهذا الأمر، يعني يخوفها من هذا الجانب، ولهذا يعني في كلا الأمرين يعني أنها يعني تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتطلب الشفاء من الله سبحانه وتعالى، ويعني لا تفكر في هذه الأشياء، يعني لعل الإنسان أغلب مرض الإنسان من نفسه أنه يفكر في هذا المرض، فقد يكون سبب زيادة المرض بالتفكير في هذا المرض، ولهذا الإنسان يعني يطلب الشفاء ويطلب أسباب الشفاء أولا، وثانيا يعني يستعين بالله سبحانه وتعالى ويؤمن بقضاء الله وقدره ويصبر على هذا الأمر حتى يعني لا تسوء نفسيته والله أعلم. هذا يعني يدخل من خلال النوم، هذا يعني تسلط هذا الأمر و انزعاج النفس به يدخل من خلال النوم ويسيطر على الإنسان في خلال النوم، فإما أن يكون من الشيطان يريد يزعجه زيادة في هذا الأمر، أو يكون من حديث النفس والتفكير في هذا الموضوع والله أعلم. طيب نذكر مستمعين الكرام أنتم تستمعون إلى برنامج منامات اللي انضم إلينا للتو، وتقدر ترسلوا على الاستسي 84770 أو موبايل 640660 وزين 746262 أو الخط الساخن 700-57499 تتصلون ونجاوب إن شاء الله على مناماتكم. نأخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو السلام عليكم. ألو سهلة تفضلي. ممكن الشيخ؟ ممكن الشيخ. اسمه كريم؟ نورة. تفضل يا أخت نور، الدكتور يسمعك. يا شيخ أنا أحلم ساعات يد كثيرة في كل حلم. طيب. الساعة تكون بأماكن يعني يا شيخ. ساعات يعني أنت تلبسينها أختي وإلا أشتريها لي معلقة. نعم أشتريها لي لي أنا. نعم. الساعات ألوان يعني فيها ألوان كذا مرة أحلم في هذا الحلم يا شيخ. طيب أنت في الحقيقة يعني تهتمين كثير بالساعات وتحبين. أنا كفيفة يا شيخ. كفيفة أنا يا شيخ. نعم كفيفة أنا. كفيفة أي نعم نعم نعم. هذا لعله أختي لعل هذه إن شاء الله أنها ساعات خير لك وساعات يعني سعادة بإذن الله سبحانه وتعالى. بإذن الله سبحانه وتعالى أنت تستطيعين إن شاء الله بعون الله شراء، هنا يعني أنك أنت إن شاء الله تستطيعين أن تختارين الساعة الطيبة والساعة السعيدة في حياتك بصنعك هذا الأمر بنفسك. يعني الإنسان حقيقة بحسن ظنه بالله وب يعني حسن تعامله وتدبيره إن شاء الله يحصل إن شاء الله ما يريد بإذن الله سبحانه وتعالى، يحصل له الساعة الطيبة المباركة بإذن الله. يا شيخ عندي رؤية ثانية. تفضل على عجالة. أحلم كثير يا شيخ في البرق. البرق أوكي. أو يا شيخ صواعق تصاقني بعد. إيه لا طبعا البرق هنا يعني لعله يعني سبحان الله فيما يتعلق بالكثيف يعني لعله برق النظر أو تفكره في يعني عندما يرى الضوء. إيه
ألو. ألو. معك أخي. نعم. هذا تفكره فيما يرى الضوء. أنت في الواقع يأتيك برقات في يقظتك يعني وأنت في أنت وأنت كثيفة يأتيك برق زي البريق أحيانا في يقظتك. يس أيوة أيوة. أي نعم هذا لعله نعم سبحان الله هذا امتداد يعني لهذا الأمر وهناك يعني إن شاء الله بارقة أمل يعني إن شاء الله واضح في الرؤية إن شاء الله إن الله لعل الله يسر لك علاج في هذا الأمر ولعلك تبصرين يعني بشارة إن شاء الله جزاك الله خير يا إن شاء الله أنا بشارة بهذا الأمر لأنه وجود هذا الأمر في المنام وفي اليقظة أنا أتوقع إنه إن شاء الله لو يعني واصلتي في المراجعة والبحث لعله إن شاء الله بشارة لك لأنك ترين بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله جزاك الله خير يا شيخ حياك الله إن شاء الله تبشر بالخير. أيضا من المنامات شفت أني كأني شايف نار جهنم فتحول باب النار وشفتها على شكل قبب ثم رحت وكان في باب على اليسار فقلت لهم خلوني أشوف وش اللي خلفه فقالوا لي هذا بعدين مو الآن. يقول هذا المنام له أكثر من 5 سنوات. نعم أعد مرة أخرى ما عليش أخي. طيب شفت غير واضح في طيب الرؤية كأني شفت نار جهنم وفتحوا لي باب النار وشفتها على شكل قبب ثم رحت وكان في باب على اليسار وقلت لهم خلوني أشوف وش اللي وراه فقالوا لي هذا بعدين مو الحين أشوف إيش أشوف اللي وراه إيه اللي خلفه وراء الباب إيه هذا الباب اللي على اليسار فقالوا لي بعدين مو الآن ويقول المنام له 5 أو أكثر من 5 سنوات. مرسل أو مرسلة غير واضح. على كل حال الإنسان طبعا طريق النار ما يجربه الإنسان لأن طريق النار مليء بالأشواك ويحذر منه الإنسان ولهذا يعني لا يغامر الإنسان في الحياة واحدة فقط فقد يعصي الله بمعصية وقد يتجرأ على معصية وقد تكون كلمة توقعه في نار جهنم 70 خريفا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا يعني لعل هذه الرؤية يعني من هذا القبيل أنك يعني أن صاحب الرؤية يحذر من الوقوع في هذا الأمر أنه يتكلم بكلمة أو يخطو خطوة من باب التجريب ويعني يقع في مشكلة في وقد تتوقع في عذاب الله نعوذ بالله الله أعلم. طيب أم عبد الله تقول أحلم بهذا الحلم بشكل متكرر بأطفال صغار أرضعهم بعضهم توأم وفي حلم آخر إن تحلم بثعابين والحشرات والعقارب والحلم يتكرر أكثر مرة برضه أطفال صغار طبعا العقارب والحياة ذكرناها يعني فيما تعلق تكون من الأذى الشيطاني فهذا يعني لعلها من هذا القبيل والله أعلم. بالنسبة للأطفال اللي ترضعهم بعضهم توأم الأطفال الذين ترضعهم وبعضهم توأم طبعا هي ذكرت شيئا من حالها لا ما ذكرت. على كل طبعا إذا كان الرضاع هنا تتضرع لعله والله أعلم في أمور يحبها الإنسان فلعلها إن شاء الله إجابة أمور تتضرعين بها إلى الله سبحانه وتعالى وتأملين أنها تقع أمور تحبينها أنت لعلها إن شاء الله تتحقق لك والله أعلم. طيب مستمعينا الكرام يعني للأسف وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكرك دكتور يوسف الحارثي. حياكم الله. الله حييك دكتور وأشكر مستمعينا الكرام اللي أرسلوا لنا واتصلوا بنا في البرنامج. كنت معكم من خلف المايك فؤاد الأهدل أقول لكم إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى في نفس الموعد يوم غد إن شاء الله تعالى من الساعة 3 إلى 4. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.